الحقيقة هذه المستشفيات احنا لم يؤخذ رأينا. طب يا فندم، يعني انت حضرتك كوكيل وزارة ما كلمتش ولا خطبت الوزير بالكلام ده؟ والله الوزير، مع الوزير ما بسمعش حد خالص، ما بسمعش رأي حد، واي معترض انا مثلا في البلاك ليست، لان انا من المعترضين دائما واللي ليا راي. يعني هو سياسته انه ما حدش يعترض وما يبقاش له راي. طب تماماً. بيستشير مين؟ ما بيستشيرش حد خالص. الحقيقه مع الوزير لما تولى الوزاره في 19/9/2015 هو جاي شايف ان قيادات الوزاره لا تصلح، والحقيقه هو جاب معاه مجموعه من أساتذة عين شمس، جاب ثلاثة عظام، جاب معاه على أساس إن هو كان في عين شمس. أيوة فندم، مش كده؟ جاب ثلاثة عظام، الدكتور أيمن عبد العزيز والدكتور أسامة الشاذلي والدكتور عمرو عبد الهادي، الدكتور أيمن نائب رئيس الأمانة، الدكتور أسامة الشاذلي مدير معهد التدريب، الدكتور عمرو عبد الهادي مدير الزمالة المصرية، وجاب معاه كمان الدكتورة نانيس والدكتور ياسر سليمان للتدريب، معهد التدريب الالزامي، والدكتور احمد عزيز طبعا ربنا يفك اسره اللي اتظبط في قضيه يعني رشوه ما زال مسجون يعني. الحقيقه بس كده بقى مش اسير، ده متهم يا فندم. ربنا يفك سجنه يا فندم، ربنا يفك سجنه. ولا نقول الله اعلم؟ الله اعلم طبعا، الله اعلم. هو بقى له سنتين سنه ده طلع متلبس من قلب الوزاره. يا فندم، بالظبط بالظبط، وده اللي جايبه الوزير. هو مع الوزير لما جه قال الشعار بتاعه انا جاي احارب الفساد، والدكتور احمد عزيز كان جاي، الوزير كان جايبه، فجاب المستشار بتاعه. يا فندم، والرقابه الاداريه والاجهزه الامنيه دخلت قبضت عليه من داخل الوزاره في مكتبه. في مكتبه. فالحقيقه قطاع، معلش نكمل. وطلعت من جيبه ايه؟ الشيكات، الشيكات، الرشوه اللي كان واخدها. بالظبط. طيب بالظبط، ماشي. الحقيقه نكمل. قطاعات الوزاره، احنا عندنا قطاعين مهمين جدا في الوزاره، القطاع الوقائي والقطاع العلاجي. القطاع الوقائي تم تدميره تماما، تم تجنيب رئيس القطاع الدكتور عمرو قنديل، بقاله شهرين ما بيشتغلش تماما، والمخاطبات من معالي الوزير لمن هو تحت الدكتور عمرو. القطاع العلاجي اللي هو مسؤول عن المستشفيات في الدوله، الحقيقه ده بقى اتدمر بقاله سنتين، اتغير عليه الدكتور هشام عطا كان موجود، وده من قامات الوزاره، تلاه الدكتور احمد محيي 6 أشهر لم يتحمل، تلاه الدكتور حسام الخطيب 3 شهور وهو من قامات الوزاره وزميلنا، تلاه الدكتور محمد شوقي، وده كله لان المتحكم الرئيسي في القطاع العلاجي والآمر الناهي هو الدكتورة نانيس. كل دي تغييرات؟ يا فندم، في خلال السنتين. الأدهى من كده، طبعا لا، في تغييرات أكتر من كده. الأدهى من كده إن إدارة التخطيط اللي بتحط خطة سنوية وبتمولها من وزارة التخطيط، بعد ما بتتمول بتتلغى بجرة قلم، وبتاخد بتتعمل خطة تانية جديدة ما بنبقاش عارفينها. الحاجة احنا ملناش رأي، معلش يعني انتوا كوكلاء وزارات انتوا مش عارفين الخطط؟ احنا بنطلب خطة، بنطلب عايزين حاجات معينة، بتروح بنبعتها للوزارة، بيتم الاتفاق على خطط معينة، على مستشفيات معينة هنطورها ووحدات صحية معينة، بيتم تغييرها بعد ما بتيجي الخطة، بيتوافق عليها من وزارة التخطيط، ونقدر نسأل الدكتورة ميرفت طه المهمشة حاليا مدير إدارة التخطيط، وليس لها أي دور، وليس لها أي دور. طيب.